السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في خليل جيمنج. الحين يا جماعة ترى سلسلة طولتها لمعلومة، سلسلة وايد طويلة قامت تستوي، بس دامكم متحمسين بنكملها. في ناس تروح المسجد، هي في ناس تروح أهم شيء. شوفوا الحين نحن سوينا هاي المنطقة مثل ما وعدتكم المرة الجاية، شو راح يكون؟ يكون المنطقة الجاية. بس قبل لا أبدأ المنطقة الجاية أبغى أراويكم إن إذا ما سويت الحين بعرف إني بسكر التسجيل وسيدي بسويه بيتم مضايقني. بس أبغى يكون عندكم شوي يا جماعة ثقة فيني في المخططات المستقبلية لمستقبل المدينة، شوي ثقة، أعطوني شوي ثقة. أنا في بعض الأوقات أنا أحس إنه ما في ثقة في القدرات الخليلية، يعني صراحة. يعني فأعطوني شوي ثقة إن شاء الله راح تشوفون مدينة جميلة. الحين هاي بالها شغل موف التول وايد. إنزين، هذا المكان تحدد إنه مكان خدمات على الأغلب. إنزين، نبى نسوي مجموعة أشياء لأن منطقة الشجرية هاي الحين شو راح يصير فيها مشاكل؟ أول مشكلة راح أواجهها عمالة على الأغلب. إنزين، ونحن سوينا لها زون آخر مرة، سوينا شارع في الوسط. بس الحين بنبدأ بشو شغل الإدارة. الحين خلنا نسوي، نحن اتفقنا أن بنسوي شارعين هايل حق المنطقة هذه، نطلع شق هني شق هني شق هني، وبنسويها مدينة صغيرة مش نفس باقي المدن، لأنها راح تكبر وتكبر وتكبر وتكبر. إنزين، وهذه راح نجيبها من هذا الطرف شارع نبا. زين، ومن هذا الطرف نبا الشارع يرد هني، يكون عندنا مكان يعني عدل. انزين، ندخل المناطق الصناعية ومنطقة التشجير ونسوي. انا شوي استعجلت في المساحة صح؟ انا استعجلت في المساحة، لازم اكبرها شوي. تو دوتس بالعكس بسوي عرضية الإدارة بالطريقة هاي، بنحط الإدارة من هني وبني عند المنطقة الصناعية وبنحط إدارة ما لهم. لحظة، بسم الله الرحمن الرحيم، حطيناها. راح يفتح لي مجموعة أشياء. أول شيء هاي إدارة المنطقة، أول شيء راح يفتح لي إياه اللي هي الأشجار وهاي السوالف اللي هي من هذه النوع. شوفوا الحين الوضع راح يكون شوي مخادع، اوكي؟ الحين هذا المين بيلدينج، وعندنا اللوج يارد. هذا اللوج يارد شو يسوي؟ مكتوب اسمه الستورج يارد فور ستورنج برودكتس، يعني عبارة عن مستودع صغير لشحن ولا تخزين المستودعات، والسومل لتقطيع الخشب. بس قبل هذا الشيء محتاجين ننتج شو؟ شير. عشان ننتج شير المزارع هي مش شجر، المزارع لازم تكون مزارع شجر. انا حطيت لوجارد، انا اسف يا جماعه الخير، انا اسف، انا غلطان. زين، خلنا نمسح هاي، ويبالها ماي وكهرباء. انزين، مو مشكله. انزين، نبى نحط هاي، عفوا. انزين، خلنا نحط الشارع اول حسب ما غلط، لاني احس اني بيجي بالعيد ما اعرف ليش. خلنا نشوف سيده بيركب 90 درجه عليهم هم. ايوه، اهم شيء. انزين، اللي ابا منطقه تشجير. واحد اثنين، هاي مربعة صح؟ ما يفرق كيف حطيها، هي مربعة. يعني حطيت هذا هني، مديت من حول الشارع، بعرف بالضبط كيف قياسهم كلهم صح؟ على فكرة انتاج بيكون مش صغير الانتاج هني. منطقة شجرية على الغلب راح تكون من اكبر المصانع اللي عندنا. بس يبارة شوي وقت. لحظة، ضربت مع خط ماي ثاني، ليش خسر فلوس؟ قياسي وما اظني ببني شيء هني، بس احتياطا. انزين، يعني هذا نقدر نحطي جهة المقابلة. شوفوا هذه المنطقة نقدر نشيل منها الشير، ليش؟ النهاية انا بحددها كمنطقة شو زراعية، ودام في شير في الباك جراوند يمكن يسوي شوي جلتشات والسوالف اللعبة، فافضيها افضل. حلو، هاي منطقة
اداريه. زين الحين هم حاطين هذا بحاول ما اغير وايد الحال الطريقه هاي، مو مشكله عندي هاي. زين فبسوي مجموعه اشجار هني. طبعا هذا شو نوعهن؟ فير بليتش اخضر وايد، الدر وايد اخضر. افضل هذا لانه شو، لان لونه شويه اصفر، فغير عن يعني من فوق يبين انه شيء ثاني. شوفوا زين ها شو ناقصنا؟ not enough natural resources. كيف natural resources؟ ما يحتاج natural resources، ما انت مزرع على natural resources. اوكي بيجي خلنا احد كورنر انت زين. وبن على هذا الصفة كاملة راح تكون في مجموعة مزارع ضخمة جدا، بس ما ادري هم زعلانين يقولون not enough resources. ريستر بالطريقة هذه معنا عندنا خط. على فكرة هذه كمية جبارة، هي مش كمية بسيطة، يمكن قلة الاشجار اشجار، فخلنا نبنيهم. احنا قلنا على هالاشجار خلنا نحط اشجار، شوف نحطين هالاشجار عفوا. هذا ونزيد هذا. تحتاجون شجرة؟ نايس انترستنج، ما كنت اعرف هالمعلومة. انزين الحين مفروض ان يبدون يختفون نفس ما اخوانهم اختفوا. بس الحين شو بنحتاج؟ تقطيع هالشير. عاد قال لي اكل حبة البطاطا احسني توهكت تعرفون. انزين انا اسف، توقعت بتكون نفس الزبدة تيب الذوب، لكن للأسف. زين هل نبني منطقة نوسع منها الطريقة هاي ونوسع مكان تقطيع، مكان تقطيع يا مكان التقطيع. خلنا نفتح هذه لوج يارد ونحطه بالطريقة هذه. زين ونطلع الشارع اتجاه واحد، اتجاه واحد بتوهق في الخدمات، ما باكلهم اتجاه واحد صبر، باكل اثنين لان يعني هذا الحين بيكون طريقة ما اقدر احطي بالعكس. اوكي مو مشكلة بحطيك انت بالطريقة هاي، بعدين بشلك بحطيك بالطريقة هاي. مرات يشفرون. انزين اثنين كل ثلاثة اطلع لهم اكزت، بتسوي درب اطول. لا واحد اثنين ثلاثة ما خرج. طبعا ها كله يباله موظفين، يباله ما ادري شو، يباله. واذا تم انا في مشكلة، اذا تم موضوع انه ما في طلع هذا مهني هذا عاد كم بيشل موضوع ثاني. اثنين ما بيشل، الثالث من مشكلة شوي شير بيغطون على الموضوع واللي فيه. انزين شو اخبار الكهرباء؟ من وين تينا نحن؟ ما عندنا خط كهرباء صح؟ بحطيه تحت الشارع، شارع اصلا مبناي الطريقة هذه. شوفوا مدينا له كهرباء الحين. الحين القطاعات بيشتغلون على منو؟ على الموارد اللي طالع مني. عقب ما القطاعات يشتغلون ما نحتاج نوديهم للتخزين. تخزين اذا هو يا من هني بنخزن، ما بخزن هني، بخلي شو شير بخزن ورا منطقة التخزين، بنخليها في الخلف بالطريقة هذه. من هني خلي الباقي غابات حولهم. زين منطقة التخزين هاي، منطقة التخزين عفوا، يا الله انا مسطر يا جماعة انا اسف، هاي منطقة التخزين احسن. احنا عطيني يدخلون يطلعون، اخلي القطاعات، القطاعات صوب ثاني هالصوب، يطلعون من التخزين لين هني، ياخذون من الستور يطلعون يكون لين هني. اوكي بنسوي السومل كم حجمه صغير صح؟ بنسوي للسومل شارع مش نفس هذاك، الطريقة هاي
هني بشوف وين يوقف بتفاهم يعني. واحد بس وانتاج بيطير مفروض شو طيارة الحين انتاج شو يكون طيارة. في اشياء انا غلطت فيها انا متأكد الطريقة هاي هاي اظني دخلتهم في اخلاق بعض انا دخلتهم في اخلاق بعض بس فاين. زين نحن الحين نتكلم عن كمية ضخمة من الاصدار يعني مش شيء بسيط يعني الانتاج اللي هني المفروض يكون ضخم اوكي يعني اللي هني بينتجونه بيكون عالي الوركرز اوريدي كميتهم عالية التصنيع كميته عالية لكن هل في خدمات تدعمها هني هذا الجزء الصعب. هل في موظفين يقدرون يجون دايركت؟ هل في ناس يقدرون يجون الدوامات؟ هل في اشياء نفسها نفسه هني ليش يمشون هني كل هالمشي اللي تشوفونه وين صار للجهة الثانية لان المواصلات تعبانة انا عارف هالشيء لكن هذا ابقى اخلص المنطقة اسوي لها جرد شوي بعدين ابدأ اشتغل على المواصلات من اول وجديد هني لان هني شوي المواصلات راح تكون معقدة. بس الشيء الاكيد اللي ابقى احطيه ابقى احطي باص باص يوقف مكانين مكان الاول في نص هالمدينة المكان الثاني عند المحلات التجارية يوقف عند اللي يشتغلون هني يرجع يشل اذا يقدر اذا يقدر يشل الناس اللي هني بس عسى ما وقفهم يرجع يحطي الناس هني مرة ثانية عساس بس نوصل مؤقتا بباصات ناس تشتغل في المكان هذا. الحين هاي شوي شوي بيحصلون موارد انتو ما عندكم مشكلة في الموارد هاي راح يحصلون راح يفتحون بس توفير الخدمات للمكان نفس هذا مش بالسهولة. كنت افكر اسوي قرية سكانية بسيطة قريب الشارع داخل هني ووصلهم في المكان هذا وحتى محلات يعني لها السبب احنا عندنا هاي الاماكن حاليا اللي هي راح تكون تدعم المناطق الثانية شوي طولية بس اظني عادي اشكالهم مش شيء بتكون اشكالهم جيدة مفروض تكون بالطريقة هاي توت عندنا منطقة سكانية امتدادية في الوسط. طبعا هالمنطقة تعتبر داخلية فما يفرق ويا وين احطيهم كلهم واعبي كل الفراغات هني عادي عندي. انزين هذا بالنسبة للتعداد السكاني هاي اللي ما عندهم مشكلة وهم مستانسين بيمشون لين هني وما سويتهم مربعات شوي حاول تغير من الرذم مالهم. زين ما عندهم مشكلة يمشون لمحطة الباصات ويون يشتغلون وين يشتغلون هني المفروض ما يكون اصلا عندنا مشاكل في الاماكن الصناعية بشكل عام من حيث شو الانتاجيات وهي الامور بس انتاجية المكان مفروض يعني يكون ترى مش صغيرة ابدا ابدا مش صغيرة. هاي اللي شغالين ايوه انزين هذا المكان يتميز بشو ان القطار يمر في الوسط وانا هالميزة ما بطيع الفاضي صراحة فخلوني اكسر هذا نكسر هذا الشارع اسوي هذا الشارع سيدة ما بقى اطوف الموضوع القطار هذا حرام اني خلنا نحطي سيدة وين يوصل خلاص. زين الحين هذا المكان ما بقى اطوفه ليش هذا راح يخدم لي صناعة الشجرية بشكل ضخم الا وهو محطة القطارات حطيه بالطريقة هذه واقدر اوصل خط من هاي النقطة إلى هاي النقطة الخط من هذه النقطة إلى نقطة أبعد شوي اللي هي هاي شو عندنا في نص الغابة محطة قطارات ما فيها مي نعطيها مي ما فيها كهرباء نقدر نحط كهرباء هني بتوصل بتوصل كهرباء ما عليها ماي كهرباء ما أدري بتوصل الماي كهرباء وصلت. انزين هذا راح يسوي لنا خدمة في المكان من حيث خدمات الشحن والنقل وهاي الامور بالنسبة للامور الصناعية اللي هني بعد يعني شوفوا وقاموا يستعملونها ف
فقام يستوي عندنا الشبكة من القطارات الموزعة. يعني القطارات أنا أشوفها من أهم الأشياء، تشيل كمية وممتازة جدا للحركة الاقتصادية. شوفوا اللي ناقص not enough natural resources. This building won't produce materials required for producing the building. Farming industry requires fertile land. محتاج أرض زراعية يعني ولا شو؟ ما فهمت. إذا محتاج أرض زراعية موضوعك بسيط. أشوف هل هذه الأرض تعتبر زراعية؟ ما تشوف أنها تحتاج الزراعة يعني، بس يلا ها بنحط يسوي كلها زراعية. هاي فرتل لاند. شو تبغى بعد؟ شو ناقصنك الحين؟ انزين فرتل لاند رقم واحد. ريكورد فرتل لاند فورست اندستري ريكورد فورست. يحتاج غابة. انزين نحنا قتلنا موضوع الغابة في الطريقة هاي. required forest. اوكي زين عندنا نحن غابات. ها كلها غابات اصلا المكان، بس اظني هذا شل منه ميزة الغابات. مو مشكلة، ما عليه ما عليه. اذا نسوي شيء ثاني بيروح الاحتياج. ما بيروح؟ لا خلنا على هذا، بعدين بتفاهم وياه، بسوي ري ادجستمنت صغير. الحين ترى الشرطة يجون من اماكن ثانية لان في عندنا هليكوبترات وهالسوالف شفتوا. بس المشكلة الكبرى إذا واجهناها هني إذا استوت حريقة. إذا استوت حريقة يا ويلنا ويلاه. فخلونا على الأقل على أضعف الإيمان إني عند المطافي نحطي برج طافي. زين والصناعة هذه راح تعتمد بشكل كبير على أبطال رجال الأطفال. صراحة أي واحد يشتغل في المطافي والله إنه وحش، رجل شجاع. زين وراح يعتمد اعتماد كبير على المطافي الضخم. خلينا نخلي مسافة، لا هاي نقدر نخليها هني بجنب صديقنا منو هذا. هذا بالنسبة لي أهم مبنيين حاليا لأن وضعهم هايل جدا مرعب. انزين هاي شو يخزنون هايل؟ بلنس بلنس مول لوك يارد. هلا مثلا نرجع نحاسب صبر. هذا شو يخزن؟ سمول برودكتس ستورج بيلدينج كان بي بليست اوتسايد اندستري اريا. هذا اقدر احطه اي مكان على فكرة، تخزين عادي يعني. هذا اللي كنا نسويه عند المصانع عرفتوا؟ انزين هذا ينتج غابات ولا انتاج الغابات وياس ينتج هالسوالف في باله وقت. هذا شو جايب؟ لحظه خلينا نشوف. شوفوا تومل. ايوه هذا جاي من وين؟ من هني. شوفوا وين بيروح؟ بيوصل لهني. شوفوا قمنا ننتج انتاج داخلي. ترى هالشيء كان ينقصنا، كنا نستورده حق بعض المصانع. انزين الحين احنا حاطين منطقة هني تجارية، بس لسبب من الأسباب هني هو مش حابب انه يبني. زين يمكن سبة الزون مش عايب انه ما في زون هني. بنمدد الزون. شوف شو وضعك، مش حابب يبني دكاكين هو هني. في أماكن اللعبة ما قاعد تبني فيها. زين هني طبعا يبان بعدنا شغلتين ثلاثة، هي مدارس ثانوية وبعض أشياء. زين انت هني ليش طلعت حبيبي؟ انا عارف ان في مشاكل حاليا. abandon not enough material. okay no goods to sell. exactly ها بالضبط هذا الشيء المهم عندي. واحدة من الاسباب اللي انا بنيت فيها محطة القطارات هاي وشغالة يعني اساسا انها توصل مستلزمات الناس من هني. وعندنا المطار المفروض كان يوصل للي هني، كان عندنا وايد نقص في اماكن للحين فيها نقص صراحة. بس ياس شوي 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 يشتغلون. القطار هذا ما شاء الله زحمة، المينا بعد شغال. انزين الحين خلنا نرجع لمنطقة الاندستري مالنا. انزين عشان نحن نرفع مستوى الاندستري الحين لازم ندبل الصناعة. شوفوا فتح مصنع اثاث حلو، وطلع لنا بايوماس بلانت، وعندنا سودست ستورج، وعندنا فورستري وركر باركس. انزين الشيء الاول اللي بنسويه بنحط السكن مال الناس اللي تشتغل هني، لاني اشوفه شيء مهم صراحة. سكن الناس انت اذا بحطيك هني انا بتنكبني في حياتي صبر. اشتك من هني نحطيك هني. و34,000 يا حبيبي رخيص مو مشكلة. بنحطي شارع اللي في نص شير هني ان شاء الله يكون قياسهم عدل. البركس مالكم وين؟ هذه البركس. البركس ماله ضخم يا حبيبي،
نيتي سكنها الكبر. فلوسكم زايد انتو. كم عامل شل؟ 35 بس. وكم بيت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ومطعم. ها انا شو كل نفرين في بيت؟ صديقي مش عمال هاي الشيوخ، هاي شو هالسالفة حبيبي؟ يلا بنحط لهم، محتاج 300 عامل عندنا. فمبدئيا راح نوفر سكن حق كم اقل منهم، لكن نبى شارع الوسط الطريقة هذه، وشارع في الوسط الطريقة هذه، وشارع الطريقة هذه. بنكمل سكنهم كم هني، ما بسوي سكن، سكن هني، سكن هني. زين الحين هالسكن صراحة ابى انقله لورا، المنطقة هاي غلط تكون سكن بالطريقة هاي. صبر، خلني بشارع ورا هذا. اوكي ممتاز، معنا هذا بيكون بالطريقة هاي، معنا هذا عفوا ممكن انقله هني، هذا ممكن انقله هني، ما غير ما خرب شكل المكان. طريقة مشكلة، بعدين بعد لها مال مايكرو ادجستمنت ومشكلة عقب. طريقة هذي الحين هاي ترى بيحتاجوا خدمات عقبها، لان هاي الوايد وايد سكنات مش شوي ترى، فمحتاج اني اكون مرتب مكانهم. يعني تعال هني، تعال هني، وخل لكم ورع. اوكي ساكنين في نص الغابة هاي، عندهم خدمة مطافي، بيحتاجوا خدمات طبية وبعض الامور وهالسوالف، بنوفرها لهم. اوكي استوى شكل المكان جيد جدا، الى مقبول الى جيد. انزين هاي واحدة من الشغلات اللي راح نتعب فيها. انزين عند محطة القطار بس مفروض واصل لهم طريا، من كثرة خدمات اللي عندي مفروض تكون عندهم يا السيارات. ترى عندي وايد وايد محطات قمامة، تشوف كيف قام ياخذون مساحة كم؟ 29 29 29 25 27، ما شاء الله ما شاء الله كم حطيت. زين بالنسبة لأشياء ثانية، صبر ايوه خلنا نشوف، خلنا نشوف ونخطط يا جماعة الخير. هذا راح يقهرني طول اليوم. انزين مطافي حطينا، هذا حطينا، خلنا نشوف المباني الثانية الحين، ما بعصر مخي وايد. انزين هذا يسوي تقريبا نفس السومل بس على شوي اكبر مفروض، اللي هو سبيشال جودز بيبر. لا هيسوي الورق عفوا، انا السومل بعد يسوي بيبر، لا مش بيبر، يسوي بلانكس اظني اللي هي الخشب، سودست ستورج حق السودست. نبه خزينة بيكون مقابل هايل، يكفي حق سودست وايد. شارعين الطريقة هذي حق الشباب يروحون الدوام، خلنا نسوي لهم درب. اوكي والمصنع اللي يسوي شو؟ الورق. بسم الله ثلاث مصانع بتكون اكثر من اكثر من اكثر كافي، هذا نقدر ندمره خلاص. شوف الغابات عندنا قامت شوي تختفي شوي شوي شوي. موضوع ثاني، يا سلام هين يسوي ورق. يكتب لنا يا اخي، انا والله اني مسطل اقدر يعسوم الا دق هني شو يسوي بلانت تمبر. اوكي يسوي خشب، يسوون يسوون ما شاء الله طلعن شغالين. بنسوي منطقة يعني منطقتين ثلاث اشجار غير هذه،
بس 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 ما يحتاج حاليا، احس ممكن بيكون شغال اوكي. ليش؟ لان عندي وايد موظفين، عندي 1000 وانا محتاج 350 حق النكست ليفل، وعندي هني شبه فل والله. يبالي اسوي منطقة تقولوا موظفين مختلفة عن هاي بعد، وينتج عندي ورق وهذا شغالين. شوفوا هذا شو يجيب خبر، وذاك السوم اللي هذا يجيب. هذا وين بيروح؟ اوكي رايح اللوك يارد ياسش من هايل. معناه محتاج يمكن ادبل انتاج الشير لانه بطيء شوي، بس بتريا ليش؟ في عنا الكبير سابلينج فيلد، فرق بين السابلينج فيلد وخلنا نحط لنا واحد اثنين هني في شارع هني شيء. صبر، هي في شارع نفس الشيء بس صغير. انا ما بس صغير، انا الضخم هذا يوم يجهز وين صار فورستري مينتنس، خليك من المينتنس ميديوم يفتح 3 ستارز، ويفتح عندنا شو لارج على 5 ستارز. هذا اللي نحن بنحتاجه حاليا، لارج والهايل، لان الحين بس مجرد وجود عندنا هذه المصانع اللي عندنا هني راح تشتغل. شو في معظم المواد بيبونهم هني، شوفوا مثل وهذا ناقصنا، ها كله لازم قطارات تشتغل عندي خلاص. زحمه شوفون اللي شوفه ولا ما شوفون؟ بدأ يشتغل التصدير يا جماعة، بدأ يشتغل التصدير خلاص. شوفوا التلفيل هذا شيء خطير، راح يكون تلفيل هذا المبنى راح يكون شيء خطير جدا جدا جدا. بس الحين يبالي شوي تكتكة يعني، ترى الوضع أنا ياس أفكر في أشياء، في مواصلات، في ناس، في دكاكين أنا حاطنها مش طايعة تطلع. يعني إذا بدل هايل في هايل يطلعون، بيتمون زعلانين. انزين اذا نبدا نحط مرات، ترى اذا ما تحطوا خدمات الناس ابدا ما تسوي اي شيء، ما في اي شيء ينبني. هذه المشكله العامه عندنا. نقدر نحط public library بس وايد ضيقه استوت هني، مكتبه عامه حق كلهم بيستانسون. ما عليكم. انزين يمكن محتاج شوي من باني خدمات، الشرطة ما حاتي وايد، مطافي شوية حاتي، هذا نوعا ما منطقة خضرة ممكن نسوي لها سكيور في نهاية الغابة هني بالطريقة هاي شوي، يعطيهم معلومات اذا بدت حريقة هم ما يدروا عنها. انزين ها معناه العماير شوي راح تطلع زيادة، بس سكنيا نحن نحتاج وايد ناس ترى. يعني مثلا شوفوا هني ما شاء الله كم موظف، لا لازم هني خدمات إعادة تدوير، بس هني تدوير عادي ما عندنا مشكلة ولا حد ضربهم. لفلنا واحد في الوسط هني، واحد هني. لا واحد يكفي، واحد إعادة تدوير هني السفري بيحل المشاكل كلها خلاص. ونحطي لنا هني مركز شرطة يوصل المنطقة كامل، ما محتاج انه يوصل المنطقة، عندي ادارة وبيوت بس، عندنا العيادة ما محتاج يوصل كامل. فقدام هم مكان اظني هني يكون العيادة، تكون عندهم هم عيادة وخلاص. سيماتوريوم يلا من سيماتوريوم بس احتياطا، المفروض ما يكون عندي المشكلة هاي. انزين الشيء التالي تو فتح عندي مباني جديدة الا وهي الميديوم. انا ما ابى الميديوم صراحة مع انه كبير، ابى اكبر شيء عقب. فتح عندي اللي هو لوجيارد الكبير، ممكن احطي منه 2 هنا اذا هاي البدود اشوفهم يتعبون، بس اشوف يعني مدين الغرض زيادة هاي فما احتاج. لا تنسون يعني انا الخطة مالي ان هالمنطقة كلها تكون شو تجارة اشجار، لأن بنحتاج نزيد السكان وايد تجارات. انزين الحين خلنا نكمل المنطقة هاي. انزين المنطقة هذه يا أصدقائي
احنا مسوينها على اساس مربعات صغيرة، ولكن نقدر نحط نقطة توصل هني غير عن اللي هناك الطريقة هذه، وهني نسويها بعد مربعات، بس مش لازم الدقة. زين عفوا، ابا عماير سكنية، العماير هاي تكون جنب البيوت هناك مش غلط، ونعبي المكان بيوت. شوفوا الحين هاي المنطقة يمكن اسوي شيء في الوسط، فبخليها شوي فاضية نفس ما سوينا هنا، شوية خدمات مدارس، وهذا منطقة بسيطة جدا يعني، نميز فيها يمكن بس العمارة والمسيد، وما شاء الله الناس قاعد تي يعني، فش اسمه اوكي، والحديقة هاي شغالة. شوف والله جميل جميل صراحة، مكتوب كاثيدرال في سرزبرغ، كاثيدرال انا منزل على اساس مسجد، اللي هو انا بعتبره كله مسايد وخلاص، بس هاي فيها قبوة. يلا يلا، ما حد شاف، ما حد شاف، نسمي كل الدور مسايد، انتو عارفين هالشي من زمان مش من اليوم. هذا يبالي شوي وقت بس اللعبة شغالة وراح توصل عادي. الحين هذا مثلا شوف ما شاء الله يدخل 20,000 ثابت من فترة طويلة. الحين باقي هذه اعبيها شغلات بسيطة، يلسات وهذه، بس مش الحين الصراحة، محتاج شوي زحمة التنقل ما بين المنطقتين هاي تزيد، محتاج البزنس هني شغال. شوف الحين قام محلات اكثر قام يحصلون الاغراض مالهم، بس في عوامل زحمة، في عوامل شحنات، في عوامل وايد تلعب دور، بس هذه تقريبا نفس ما ابغاها. شوف كيف الزحمة عند بعض والعماير كل شيء، بس هني شو والله هني ممكن نستغل المكان، بس حاليا نحطي خط شير، نفس ما بنسوي هني، بحاول ما اخلي فاضي بالطريقة هاي، بس لين اقرر شو بسوي هني ما بخلي فاضي صراحة. خليكم في حزام، حزام الأشجار اللي أقولكم بالطريقة هاي قام زاد. شوفوا 86,000، 86,000 يا جماعة، 86,000 وايد مو شوي، لكن في 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 شيء في الموضوع. من وصلت 90,000 أنا بحاول أبعد شوي أشياء، يمكن بس صناعة الأشجار التم هاي راح يطيرون أماكن ثانية خلاص، والشوارع راح تبدأ تتغير. قولوا شو تبون في الكومنت، انا دائما اسمعكم، دائما اشوف الكومنتات، بس خلوا عندكم شوي ثقة فيني يا جماعة الخير. نشوفكم ان شاء الله في 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 حلقات قادمة على خير ان شاء الله. انا بخلي شوي بعد اللعبة شغالة على اساس ان تبدأ يلفل عندنا، ولا يبدأ يلفل عندنا مال محطة الاشجار. شكرا على متابعة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.